أهلا يا أصدقائي، لقد وصلتم في الوقت المناسب، فلقد انتهيت للتو من صنع حساء لذيذ من أجلكم. صنعت هذا الحساء بالطريقة العراقية، وأنا متحمس جداً لأسمع رأيكم بطعمه. أتمنى حقاً أن يعجبكم. لقد تعلمت صنع هذا الحساء المميز من وصفة قديمة جداً ورثتها عن والدتي التي ورثتها عن والدتها. ها؟ أين حسون؟ من الأفضل تناول هذا الحساء وهو ساخن. مرحبا عمو صبحي، بدك دافي لو سمحت. تفضل. شكرا. بسمة، هاي مو الكنافة اللي أنا بعرفها. صح جد، شكلها غير. خليني أسأل. مرحبا، أنا اسمي بسمة. وأنا اسمي عمر. أهلاً. الكنافة اللي طلبتها شكلها غير عن اللي منعرفها. صح. هاي الكنافة على الطريقة اللبنانية. ها لبنانية، كتير طيبة ولازم تجربوها. عن جد؟ مع السلامة. مع السلامة. سلام سلام عمر. يا سلام. مرحبا جاد. مرحبا بسمة. شو بدكم من الكنافة المعتادة؟ عمو صبحي، نحن هون مشان نطلب منك وصفة الكنافة، بدنا نعطيها هدية لهادي. فكرة حلوة. شو طريقة التحضير اللي بدكم إياها؟ كنافة الجبنة أو القشطة؟ ياه، شكله في كتير أنواع من الكنافة. وكمان في الكنافة العراقية، النابلسية، المصرية، السورية، في كتير أنواع. أنا كنت مفكر إنه في نوع واحد بس، هلأ تعلمنا إنه في أنواع كتير ومختلفة من الكنافة. كل بلد إله وصفته الخاصة. أكيد، الكنافة اللي طلبها الزبون اللي قبلكم هاي كنافة لبنانية، بيقدموها بقالب كعك. شكله بشهي صح؟ كثير بتشهي. كمان في نوع كنافة مختلف في العراق، هيها هاي أول وحدة. هاي كنافة خشنة لأنه بنستخدم فيها شعيرية أطول وبنرش فوقها شوية مكسرات. بنقدر نعملها يا بالجبنة يا بالقشطة. ريحتها كتير زاكية. طيب بدي أجربها، ولا مرة أكلتها قبل هيك. وهذا نوع تاني كمان يلي بالنص، هاي الكنافة المفضلة عندي. بس جاد، أي وصفة كنافة بنختار مشان هديتنا لهادي؟ ما بعرف بسمة، كلهم شكلهم بجنن. شو رأيك نعمل كتاب وصفات؟ شو رأيك، حلوة الفكرة صح؟ كتير حلوة. عمو صبحي، عمو صبحي، فينك تساعدنا بهالموضوع؟ أكيد بيسعدني. مهما كان الاختلاف في طرق صنع الكنافة، كلنا بنحبها وهي جزء من ثقافتنا المشتركة. ورح نسمي الكتاب كتاب وصفات الكنافة. كتير كتير صح؟ او ممكن يكون دليل العم صبحي للكنافة والحلويات الشرقية، مثل الكنافة العراقية والنابلسية والمصرية والسورية. حسون، لقد أتيت في الوقت المناسب. كنت أخبر بلبلاً وريشة عن حساء العدس المميز، حيث إنه الحساء التقليدي الذي نقوم بصنعه كثيراً في العراق. من المهم أن نكون فخورين بأنفسنا وبعاداتنا وتقاليدنا العائلية. أنا أشعر بالفرح والفخر عندما أقوم بصنع هذا الحساء بالطريقة والمقادير نفسها التي كانت جدتي تستخدمها، وكذلك أمي من بعدها، ولذلك فأنا فخور بهذه الوصفة العائلية. لقد أعجبتك؟ هذا جميل. أنا الآن متحمس أكثر لصنع مزيد من الأطباق التقليدية التي تعلمتها من والدتي وجدتي. اسمي هادي، عمري 8 سنوات، سأذهب مع عائلتي اليوم لزيارة مدينة الحضارة الأثرية.
تقع الحضر في محافظة نينوى. إنها من المدن الأثرية القديمة في العالم، أخبرتنا أمي أنها زارت الحضر مع والدها عندما كانت صغيرة. تعتبر مملكة الحضر أول مملكة عربية اشتهرت بجمال هندستها المعمارية التي تتميز بنقوشها المذهلة، وكذلك بقطعها الأثرية وتماثيلها. علمتنا أمي لعبة اعتادت أن تلعبها في صغرها، لعبة البحث عن الأشكال. قررت البحث عن المستطيلات، قررت أختي البحث عن المثلثات، وقرر أخي الصغير البحث عن الدوائر. أخبرتنا أمي أنه بإمكاننا العثور على هذه الأشكال المختلفة الجميلة. ها المستطيل، لقيت المستطيل. هذا المثلث. كان ممتعاً أن نلعب هذه اللعبة معاً في الحضر. هي وجدنا كل الأشكال. لقد استمتعت كثيراً بزيارة الحضر. الآن لدي ذكريات خاصة بي لأحكيها. كان يوماً ممتعاً حقاً. مرحباً يا أصدقائي، حان وقت كلمة اليوم. هل بإمكانكم أن تحزروا ما الكلمة التي أفكر بها؟ نعم، فلنحاول معاً. حسناً، سأعطيكم ثلاثة مفاتيح للحل. هل أنتم جاهزون؟ هل تدل على حيوان أم نبات أم جماد؟ تدل الكلمة على جماد. هذا هو مفتاح الحل الأول. وإليكم المفتاح الثاني، إنه مصنوع من الورق. وجدت الحل، وجدت الحل، إنه كتاب. محاولة جيدة. استمعوا مرة أخرى. تدل الكلمة على جماد وهو مصنوع من الورق. أما المفتاح الأخير فأنه يطير في الهواء. والآن هل حذرتم ما هي الكلمة؟ لقد وجدتها، إنها طائرة ورقية. نعم، أحسنتم. لقد استخدمتم مفاتيح الحل جميعها لتحزروا كلمة اليوم، طائرة ورقية. من شيء قديم لشيء جديد، حاجات بتعملها بالإيد. عندك حاجات مش محتاجها، استعملها هتستفيد. ما تخليهاش في نفسك، اعملها بنفسك. هيك تكون خلصت القصة. ايش قد حلو هذا التنين؟ صدق؟ كلش كبير، صح، ينفخ نار، صح. أنا فرحانة كلش إنه عجبكم التنين بالقصص الخيالية. على مود هيج اليوم حنسوي تنين. يا سلام. أنتوا همين يا أصدقائي تقدرون تشاركونا من البيت على مود نسوي تنين. بنفسك، عاملها بنفسك. هنحتاج كرتونة كلينس حمام، أو نسوي اسطوانة مثل كرتون ملون، ورق، أقلام ملونة، مقص، وصمغ، وهمينا كلينس. جاهزين نبدأ؟ جاهزين. تمام. الخطوة الأولى، هنحتاج نلون كرتون كلينس الحمام. إذا مو متوفر نقدر نسوي اسطوانة من الورق الملون. أنا أريد التنين مالتي يكون لونه أزرق. حلو يا جاد. وانتي يا بسمة تحبين تلونين التنين مالج بأي لون؟ أريده يكون برتقالي. برتقالي. تمام. الخطوة الثانية، حنسوي الوجه. حنستخدم الورق ونلفه ونسوي منه كرتين كبار للعيون، كرتين أصغر للخشم.
تمام تمام زين آني ممكن أرسم العيون؟ طبعا يا جاد. ها تمام. وهسه بعد ما خلصنا العيون والخشم حنلزقهم. طبعا أنتوا تقدرون تزينون وجه التنين بالطريقة اللي تحبوها. تمام. ها؟ ترى ايش قد حلو. يا سلام. صدق حلوين كلش. سلمى اكيد هسه باقي الخطوه الثالثه والاخيره. صحيح يا بسمه. تنين ينفخ نار. يلا نكمل. يلا نكمل. تمام تمام تمام. الخطوه الثالثه الاوراق هاي هي حتكون النار اللي ينفخها التنين، ونقدر نستخدم كلينس او قماش ما نستعمله خفيف، حتى ممكن نستخدم اكياس تشيبس. تمام تمام. وهسه حنلزق الورق على طرف الكرتونة، وهاي حتكون النار اللي ينفخها التنين. تمام. يا سلام. هيك نكون خلصنا التنين. كلش حلو كلش كلش تونسنا صح؟ صدق. تعرفون شنو؟ هاي التنانين تسوي نار مثل ما قرينا بالكتاب. تمام صح. عندي فكرة. شنو؟ شنو رأيكم نلعب بالتنانين مالتنا ونألف قصص مثل اللي قريناها بالكتاب؟ تمام. أنا موافق. فكرة حلوة هواية يا بسمة. وانتو هم لو انتو التنين مالتكم بأي لون. أكو أفكار كلش هواية على مود تكونون مبدعين وانتو بالبيت. انتظرونا المرة الجاية. هيا بنا نتعرف عدد اليوم. ترى ماذا سنعد اليوم؟ أقلام تلوين. دعونا نعد كم قلم تلوين يوجد على الجدار. هيا يا أصدقائي فلنبحث ونعد معا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أحسنتم يا أصدقائي، وجدنا ثمانية أقلام تلوين على الجدار. عدد اليوم هو ثمانية.